هون حتى نحسب الافشنسي تبعت هذا الوين تربان، جينا على هذا الوين تربان اللي هو الفي 90، قلنا الفي 90 معناها هي قطر البليز، هذا القطر مش نصف القطر، القطر. فالقطر من هون 90 متر، لما حسبنا قسمناها على 2 45، ربعنا ال 45 وضربناها في باي اعطاني 6361 متر مربع. هاي هي السويبت اريا، السويبت اريا اللي تغطيها البليدز كامله، كل هاي الاريا 6361 متر مربع. احنا عارفين انه الاوتبوت الكتريكال باور ات ريتد سبيد، لما يكون هذا الرياح عمالها بتمشي على ريتد سبيد، وهون احنا جبنا معلومات انه الريتد سبيد هي 12 متر بالثانيه. فلما الرياح تكون تهب على هذا الوين تيرباين ب 12 متر بالثانيه، هذا الوين تيرباين بيكون مولد 2 ميجا وات من الطاقه الكهربائيه اللي طالعه على فولتج معين وعمال بوزع فيها. الانبوت ميكانيكال باور اللي جاي عليها هي معادلتها، اللي هي بتعتمد على density، كثافة الهواء. كثافة الهواء فرضناها تحت الظروف المعيارية 1.225 كيلوغرام لكل متر مربع. السويبت اريا هي السويبت اريا الموجودة هون 6361، فالرياح عمالها بتهب بشكل عمودي على هذا البليت على مساحة مقدارها 6361 متر مربع، والدنسيتي لهذا الهواء هي 1.225 كيلوغرام بير سكوير متر، وسرعة الرياح الخطية 12 متر بالثانية. فالفورمولا بكعب 12 بضرب هون بيطلع معي 6.7. طبعا حتى اعرف انه جوابي صحيح ما بصيرش يكون الاوتبوت اكبر من الانبوت، مش هيك؟ بعرف انه في عندي خطا. واضح انه الاوتبوت اقل من الانبوت واقل بكثير من الحالة هاي. بس هذا هو الرقم المنطقي تقريبا اللي بتوقعه من وين تيرباين، تقريبا هون بيطلع عندي 30%، اللي هي الاوتبوت الكتريكال باور 2 ميجا وات، والانبوت ميكانيكال باور 6.7 ميجا وات. فالافشنسي تبعت هذا الوين تيرباين اللي هي افشنسي يعني متوقعه حوالي 30%. 30% من الطاقه الميكانيكيه الكينيتيك انرجي الموجوده في الرياح تحول 30% منها لطاقه كهربائيه، واقدر استفيد منها في التوليد.